ديكسيونار ديكسيونار سير الاولاد ما هو عندي صيد جيون طوله 15 متر وراسه قد الرومبوان. البارح كلموني جماعة السيرك ويحبوا يكريوا ويحبوا يعملوا بيه عرض. قلت لهم باهي، اما على شرط لازم يكون السيرك كبير باش ينجم يجري على راحته الصيد. تو كلنا نقولوا سيرك اما ما نعرفوش اصل الكلمة ومنين جاية. ركزوا معايا مليح، سيرك كلمة اصلا روماني وجاية من سيركوس ماكسيموس، وهم هيك البنيات اللي دايرة بالحلبة متاع السباق. ومن سيركوس جات سيرك، يعني سيرك جاية من كلمة رومانية اللي هي سيركوس. وانتم كان مشيتوا لسيرك ولقيتوا صيد جيان، راهو متاع فشلومة. باي باي. ديكسيونار ديكسيونار.